يا مساء الخيرات على كل مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم القهوة. اسمحوا لنا النهاردة كده قلنا نلتقي بيكم مساء عشان نكسر الروتين شوية. كل مرة تقابلونا الصبح الصبح، فقلنا نغير بقى ونتقابل شوية آخر النهار. اسمحوا لنا النهاردة في بداية حلقتنا نتكلم مع بعض في حاجة مهمة جدا، امتدادا لفقرة احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده عن موضوع التأهيل الحركي والعلاج المائي. وفي ناس كتير جدا كانت سألت في الفترة اللي فاتت عن كل ما يخص الموضوع، وعشان كده أنا النهاردة يعني كان عندي إصرار إن يكون معايا برضو الكابتن حسام جمعة، أخصائي التأهيل أخصائي التأهيل وصاحب المجلس المصري. والعلاج الطبيعي. بس النهاردة برضو عندنا إضافة للكابتن حسام، الأستاذة شهيرة جمال، أخصائية الإرشاد النفسي والتخاطب بمركز الحسام، وأخصائية التأهيل الحركي مستشفى الجنزوري. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بداية خلونا النهاردة وبناء على رغبة كتير من المشاهدين كانوا عايزين يعرفوا يعني الإكسبريشن بتاع الشلل الدماغي. الشلل الدماغي يا جماعة حاجة فظيعة جدا. أنا لما قريت عنه وعرفت إن فيه تقريبا 3 من كل 1000 من أطفالنا ممكن يكونوا بيتولدوا مصابين بالمرض ده، أو من بعد الولادة في أول 5 سنين بيكونوا عرضة للإصابة بالشلل الدماغي. النهاردة طبعا كابتن حسام هنعرف السادة المشاهدين إيه هو الشلل الدماغي وأعراضه وبيكون نتيجة إيه، وده طبعا هنعرفه من خلال حضرتك ان شاء الله. احب الاول ارحب بالاستاذ عوني الاعلامي الكبير، واتشرفت بالظهور معاه حبيبي في الحلقه السابقه واتكلمنا عن العلاج المائي. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حلقه كويسه جدا هتفيد يعني طائفه كبيره جدا من المصريين، لان اطفالنا بيعانوا من المرض ده من فترات كبيره جدا جدا جدا، والمشكله ان المرض ده منتشر بطريقه كبيره. يعني احنا بنتكلم ان احنا في كل 400 حاله ولاده بيطلع فرد طفل مصاب بالشلل الدماغي. كل 400 بالظبط، كل 400 حالة تمام بينتج عنها فرد مصاب بالشلل الدماغي. تمام. الشلل الدماغي ده بيعتبر شكل اسم عام عن شكله والنتائج المترتبة عن الأضرار اللي هي بتصيب الطفل في مراحل النمو بتاعته، ده مراحل نمو أثناء فترة الحمل نفسها. بالظبط، بينتج في 3 حاجات: أثناء الحمل، في اثناء الولاده، وبينتج في اخر مرحله اللي هي في الفترات العمريه بعد الولاده، اللي هي من اول سن حديث الولاده من اول سنه لغايه 5 سنين زي ما حضرتك شرفت وقلت المعلومه الجميله دي. تمام. بالنسبه للشلل الدماغي يعني احنا عايزين نتكلم فيه عن الدور بتاع التاهيل الحركي، لان ده دور مهم جدا بعلاج اطفال الشلل الدماغي، ان هو بيساعد على تحسين القدرات بتاعتهم الحركيه. تمام. وتحسين الوظائف العامه للجسم. هنتكلم بكل حاجة عن التفصيل. طيب. أنا أحب أوضح الأول لجمهورنا إن مريض الشلل الدماغي ده يقسم لثلاث أنواع. تمام. من أنواع الشلل الدماغي ده. تمام. في أول حاجة من أول حاجة بنتكلم عنها الشلل الدماغي الشناجي. الشناجي. بالظبط. تاني حاجة هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. تمام. تاني حاجة الشلل الدماغي الكنعي. تالت حاجة الرنحي. ماشي. أول حاجة الشلل الدماغي اللي هو الشناجي. ده بيبقى اكثر انتشارا في الاصابه بالمرض ده. تمام. ده بينتشر بطريقه جامده وبيعتبر هو الاساس بيبقى موجود فيه. ليه شريحه عمريه معينه؟ بالظبط، ما هو بيبقى متناول بقى من اول سواء ما الطفل اتولد بيه او الكلام ده بيقعد معاه يعني كده كده مرحله الطفوله يعني. مرحله الطفوله بيستمر معاه مدى الحياه، يعني الشلل الدماغي عشان نتكلم ان هو كمرض ليه علاج هو ما لهوش علاج. تمام. علاجه لان المرض ده بيفضل مستمر مع الطفل مدى الحياه، بيسبب له اعاقات كبيره. احنا كدورنا كتاهيل ان احنا بنساعد على مساعده الطفل ده ان هو يمارس شكله بالحياه الطبيعيه، ونساعد اهله ان هو يقدر يتعاون معاهم. تمام. لان الطفل ده بيصاب باضرار في الجهاز الحركي بتاعه، عضلات جسمه، بيصاب بعمى وسمع، بيصاب بحاجات كتير جدا. يعني ده بيرجع على حسب المنطقه التالفه بالظبط اللي هي في المخ. ما هو بيبقى ناتج عن اللي هو نقص الاكسجين. يعني دي اعراض كتير اللي هي سواء هنتكلم عنها في اللي هي الايه الاسباب بتاعت حدوثه. تمام. الشلل الدماغي اللي هو الشناجي
ده بيبقى الطفل مصاب بيه بحركات عنيفة، توترات عنيفة في العضلات، عشان الأم اللي بتتفرج تقدر تلاحظ ايه الفرق. في أول سنة في الطفل بنعرف ايه الشلل الدماغي، احنا بنعرف في أول الطفل من أول ما يتولد في خلال السنة بيبقى فيه تأخرات في النمو بتاعته، فبيبتدي إن احنا لازم نلاحظ الأم. طبعا بيبقى فيه مراحل نمو معروفة طبيعية، لو حصل خلل في الكلام ده بنبتدي ايه نركز مع الطفل بتاعنا، نركز نلاقي حركات ان الطفل بتاعنا فيه تشنجات في العضلات في الرجلين، بيعمل يعني حركات عنيفه العضلات بتاعته، دي بتسبب مشاكل كبيره جدا للطفل، ممكن تسبب خلل المفاصل، بتسبب تشوهات في العظام، فدي حاجات كبيره جدا. ده الشناجي. ده الشناجي. كويس. الشلل بقى التاني اللي هو الرنحي، ده بيبقى حركات برضه نفس الكلام، بيبقى حركات منتظمه بس بتبقى توترات بتبقى في الاطراف كويس بتاعتنا. اخر حاجه الرمحي، ده بيبقى خاص بعدم الاتزان، عدم الانتظام او التوازن بتاع الطفل. نلاحظ ان الطفل بتاعنا مجرد ما يبتدي يكبر شويه ما بيقدرش يعمل الحركات اللي هي المفروض ان هو يقدر يعملها. تمام. زي ان هو يبتدي يحبو، يبتدي يقف، يبتدي الكلام اللي هي الحركات الطبيعيه بتاعت الطفل في المراحل بتاعته لغايه 5 سنين. نلاقي بقى النوع ده ان هو ما بيقدرش لا يقوم ولا يقدر يحصل حركه بتاعته في خلال حيز ضيق، ما يقدرش يعمل اي حاجه من الحاجات دي. تمام. نحصل فيه طبعا نبتدي لازم نلاحظ، لقينا اي اعراض من الاعراض دي لازم على طول بنعمل عمليه استشاره، بتبقى تشكيله جامده جدا من طب الاطفال وطب المخ والاعصاب لاخصائي التاهيل لاخصائي اجتماعي لاخصائي نفسي، بيبتدي نتابع الطفل ده عشان نحاول ان احنا نعديه، ما نستناش عليه، لان لو استنينا عليه بتبقى فيه خطوره جامده جدا جدا. جسم الطفل عضلاته بتتصلب بتتشنج، بتبقى بتوصل لحالات ان العضلات الذراعيه بتبقى ممكن توصل كده لمرحله التيبس. بالظبط، ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه تشنجي. التيبس المفاصل بتبقى ايد عامله كده، رجلين نفس كف الرجل نفس الكلام، بنلاقيها فيها عوجاج. فده اللي احنا بنتكلم فيه. انت حضرتك اثرت نقطه كويسه جدا دلوقتي، ان هو المفروض الـ 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 الاسره بتكون هي اللي بتلاحظ حاجه زي كده. بالظبط. وعشان كده اسمح لي دكتور اسال حضرتك دور الاسره في الـ في الـ في الـ في, الـ في القصه دي، وازاي هيكون ليها مفعول او 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 تقدر تحتوي الموضوع ده او تلحقه من الاول. هو في الاول زي ما كابتن حسام قال ان في ظاهره الشلل الدماغي ظهرت بشكل كبير وملحوظ في يعني كتير قوي بين الاطفال، في كل اسره فعلا بيكون في طفل بيظهر فيهم، بس المشكله هنا بتبقى في الاسره، ان بعض الاسر مش كل الاسر ان هم بيتعاملوا مع الطفل، في يعني جزء من الاسر بيتعامل ان هو شيء كانه شيء منبوذ، وان هم خايفين يعلنوا الناس ان هم طفلهم مصاب او عندهم يعني طفل مصاب في العيله خلاص، فبالتالي بيحبسوه أو هم بيحبسوا نفسهم كمان ان هم يعني حاسين ان هم منبوذين بين الناس فما بيعلنوش. فاحنا بنبتدي بقى في دورنا الارشادي ان احنا بنفهم الاسره وبالخصوص الام. تمام. لان الام هي اكتر واحده بتقعد مع طفلها في البيت. يمكن بنعمل الارشاد برضو للاب وكده، بس الاب يعني مش على طول متواجد معاه. تمام. فاحنا بنحاول ان احنا ندعمها نفسيا ان ابنها يعني بنفهمها ان ابنها بيوصل يعني هيخف، بس هيخف ممكن ما اقدرش اقول انا هيخف مرحله كامله، بس ايه بوصل معاها لمرحله ان الطفل بيوصل لمرحله حتى لو مرحله معينه. وزي ما كابتن حسام بيقول هو في يعني بعض الاسر برضو او بعض الاطفال بيحصل لهم زي التيبس والكلام ده كله، فالامهات ما بتعرفش تتعامل، فبالتالي هي خلاص شايفه ان هو ولد يعني ما منهوش اي فايده، ما منهوش اي يعني اي فايده خالص، تفقده خالص كمان. فاحنا لا احنا بنقعد معاه نقول لها لا ما فيش الكلام ده كله، ابنك بس حتى لو هتوصلي لمرحله يعني حتى المرحله انت مرحله معينه انت عاوزاه تتعاملي معاه في البيت هتوصلي لها، بس لازم مع التاهيل الحركي ان انت تتعاملي، وفي نفس الوقت اهم حاجه ان هي ما تملش. يعني انا كان في حاله صادفتها، كان في الطفل ده كان عنده 9 سنين، كان عنده شلل دماغي، مامته يعني كان الطفل ده كان من الزيرو تأهيل حركي وإرشاد نفسي وكل حاجة. فالطفل وصل لمرحلة في التأهيل الحركي والإرشاد حتى النفسي والكلام ده كله، ووصل حتى مع مامته حتى في البيت إنه يتعامل حتى معاه، يعبر عن إحساسه إذا بيزعله بإشارات معينة معاها. جات الأم قعدت 3 سنين ما تتواصلش خالص مع التأهيل الحركي والإرشاد النفسي والكلام ده كله، وهي سألتني يعني المشكلة إن هي سألتني هوقف؟ طب أنا مش لا هو يا ستي ما توقفيش، أنا قلت لك ما توقفيش. وقفت. جت بعد 3 سنين قالت لي ابني يعني حصل له ضمور فوق الضمور. طبعا قالت لي ضمور ده حتى كمان رجع اعنف من الاول.
ده بيودينا الوعي لنقطة تانية، ان اللي من اهم الخطوة الاهم من 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 تأهيل الطفل المصاب بالشلل الدماغي هو التأهيل الأسري. طبعا. لازم الأسرة يبقى عندها وعي كامل ان هي تقدر تستوعب القصة، بالزبط. عشان هي لو ما عندهاش المقدرة ان هي تقدر تتواصل مع الطفل نفسه بالظبط، تستوعب الامور اللي استجدت على طفلها او ابنها. لو اظن يا كابتن لو الطفل حالته ممكن في امكانيه كبيره لنجاح ان هو يبقى يشفى، مش بشكل كامل لكن الحد الادنى على الاقل يوصل له على التعامل، حتى التعامل في البيت. يعني هي نفسها قالت لي الام دي، انا اتذكر قالت لي يعني هو حتى ما كانش بيشرب، كنت انا بيشرب، انا كنت يعني النقطه دي كان بقى يتعلم ان هو يشرب لوحده. فاحنا دلوقتي بتقول لي انا بقى عبء عليا فوق اعبائي كمان. طبعا. وقالت لي حتى اخواته نفسه بقوا محسين ان هم مش عايزينه. فانا قلت لها انت كنت العامل الاساسي، فانت اللي وصلت للمرحله دي كمان معايا، انت اللي اسأت الحاله. هي ثقافة التعامل هي اللي بتفرق. بالظبط. دي المهم اللي احنا اصلا يعني احنا بنعمل البرنامج ده عشان خاطر اهم شيء ان احنا توعية قبل المرض، ان احنا نوعي الامهات والاهالي ان هم يعرفوا المرض ده ويبتدوا يعرفوا ان ده ابنهم في الاول والاخر. صحيح. ما ينفعش يهملوه. صحيح. لازم يعملوا اي سبل الكفايه اللي هم يعملوها معاه من صحيح. التاهيل بتاعه لشغل التخاطب والكلام ده كله. صحيح. لان الطفل بيتحسن بنسبه كبيره جدا. يعني احنا بنستلم الطفل بشلل دماغي ما بيقدرش لا يقعد ولا يقدر يقف، والمفاصل متيبسه وعدم التوازن بتاعه، بنقدر بفضل الله من خلال التاهيل بتاعنا بنقدر ندعمه ونعمل له تاهيل نساعد على تقويه العضلات بتاعته، نقلل نسبه التشنجات، نسبه التيبس في العضلات. هو الموضوع ده يعني يا كابتن ليه فتره زمنيه معينه اقدر اقول من خلالها ان في الوقت ده انا هل لحقت طفلي؟ تمام. ما احنا زي ما بنقول الكشف المبكر بيساعد كتير على شفاء الحاله بطريقه كويسه. يعني لما اشوف ابني بعد الشهر في خلال سنه اشوف ان انا ما فيش اي مراحل نمو وفي تاخر في النمو بتاعه، فانا لازم اوديه على طول لدكتور مخ واعصاب، دكتور اطفال، يبتدي هو يشوف، يبتدي يوجهني. ابتدي على طول هو مخ واعصاب حتى اول ما بيتكلم لازم يروح يبتدي يتعمل له تاهيل من سن سنه سن سنتين. مظبوط. يبتدي نعمل تاهيل للاطفال حديث الولاده. مظبوط. سواء تاهيل مائي او تاهيل حركي يدوي. بالظبط. على العضلات بتاع الجسم. هو ده النقطة اللي كنت هكلمك فيها دلوقتي، ان العلاج المائي اعتقد ان هو ليه صلة وثيقة بنقطة الشلل الدماغي. صلة كبيرة جدا. احنا داخل المية الطفل بيقعد، بنبتدي نعلمه طريقة الجلوس جوه المية، زي ما قلنا ان احنا بنستخدم الخواص بتاعة المية دي ان هي بتساعد، ان هي بتشيل وزن الجسم، بتساعد الطفل اولا. اي حد في الدنيا سبحان الله بيحب الميه، حاجه يعني دي حاجه مفروغ منها. طبعا. فاحنا طبعا لما احنا وضعنا بنشتغل مع الطفل ده بنساعد على الميه، بتساعد على تقليل التلبس بتاعه، يبتدي يحرك عضلات جسمه بشكل احسن، نبتدي ممكن ان احنا نمشيه بعد التحسن، بعد طبعا مع التدريبات ومراحل التدريب ان هو يقدر يمشي في الميه. فدي حاجات اصلا بالنسبه للطفل من خلال بقى تطور سنه لغايه 5 سنين، لو انا سبته ما عملتوش حاجه وشفته ان هو نايم متيبس ما بيقدرش يعمل حاجه، وبالعكس لو طفل تاني مسكته وقعدت عملنا له الشغل بتاعه والتدريبات بتاعته اللي احنا بنستخدمها، والام شافته ان هو قدر يقدر يقعد وقدر ان هو يقف وقدر ان هو يمشي، الكلام بتاعه قدر يتحسن، الوظائف بتاعته اتحسنت، فدي حاجه طبعا نتائج هايله الطفل. ممتاز. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا عندي سؤال عايز اساله للدكتوره شهيره. اتفضل يا فندم. عندي الاول طبعا برحب بالضيوف وحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتوره شهيره والكابتن حسام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. عندي مريض جلطه واحنا بنعمل له علاج طبيعي، بس الجلطه مأثره على لسانه. هنستنى لما يخلص علاج طبيعي ويخف ونبدا مع الجلسات التخاطب، ولا هيخف ويتكلم لما في العلاج الطبيعي بعد العلاج الطبيعي يعني؟ طيب هي الاصابه بقى لها قد ايه؟ هو الاصابه بقى لها 2 اسابيع حضرتك. لا هو حضرتك دلوقتي ما ينفعش اصلا خالص تخاطب خالص دلوقتي خالص. هو بنبتدي تخاطب مع مريض الجلطه من شهر لشهرين، علشان بيبتدي في الشهر او الشهرين من الشهر للشهرين بيبتدي الدكتور المخ والاعصاب بيتعامل مع المريض على حاجات على حاجات يشتغل على المخ على الادويه، فعبل يعني لحد ما الادويه
لحد ما الادويه ما تشتغل بتاخد وقت طويل طبعا، لحد ما المريض نفسه ما يستوعب اللي هو مثلا بيتكلم يقول ايه، او يحاول حتى يبقى فيه اشارات استقباليه وارساليه منه لينا خارج الصوره. انما من قبل شهرين ما ينفعش خالص، لان مش هيبقى مستوعب. يعني هو المفروض يستنى لغايه ما يكمل شهرين؟ لا، يعني هو المده المحدده المفروض من شهر على الاقل نبتدي شهرين نبتدي في التخاطب يبدا او قبل كده ما ينفعش، لان في دكاتره مخ واعصاب بيبتدي طبعا بيشتغل عشان الادويه اللي بيشتغل بيها على المخ والمراكز التركيز والحاجات الادويه اللي بيدوها طبعا، ده احنا بياخد على الاقل حتى يعني اول شهر حتى المريض بيتابع كل اسبوعين لحد بس الوظائف في المخ الانسجه تتحسن شويه ودرجه الوعي والانتباه تبتدي تزيد. لحد شهرين بنبتدي بقى خلاص المريض بدا ان هو بقى يتعامل، ان هو بقى خلاص هيقعد يعني يتحرك، ومع التاهيل الحركي الاثنين بجانب يعني هم ماشيين بالتوازي بالتناسق. صح كده، تناسق مع بعض. تمام، بس مش قبل شهرين، مش قبل شهرين. طيب. على الاقل يعني استاذ وائل قفل. طيب ارجع لحضرتك تاني يا كابتن، واحنا دلوقتي كنا بنتكلم على موضوع العلاج المائي. العلاج المائي يعني هو لسه حديث العهد بالـ 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 بالمجتمع الطبي المصري. هو مش حديث العهد، هو حاجه موجوده بس للاسف ما كانش فيها دور اعلامي كتير، وكانت مخصصه في مراكز معينه خاصه، يعني مش موجوده، مش كتيره في مصر، مش منتشره. حتى في دكاتره كتير ما كانتش تستوعب حته ان هو يوجه الطفل مش في العلاج المائي بس، ده في العلاج الطبيعي كمان. طيب. في دكاتره كتير بتنافس تقول لا العلاج الطبيعي هيعمل ايه؟ العلاج المائي ايه؟ يعني انت بتنصح ان لو قارنا ما بين التدخل الجراحي وقارنا ما بين العلاج التاهيلي، تمام، من وجهه نظر حضرتك امتى يعني يعني الجا طبعا الاولويه للعلاج الطبيعي، تمام، امتى الجا اقول لا هنا مش نافع لازم تدخل جراحي؟ كده لازم بيحصل فيه تدخلات جراحيه في بعض انواع بالظبط، بعض انواع الشلل الدماغي زي ما احنا قلنا. ده دكتور طبيب العظام ده مسؤول، عشان خاطر لو في تشوهات في العظام ممكن ان هو يقدر يحلها، تمام، عن طريق التدخل الجراحي، فده بيساعدنا كتير. كويس. لان انا كدور اخصائي تاهيل في مفصل مصاب بطريقه جامده جدا وفي تشنج بنسبه كبيره جدا، فالواحد التدريبات التاهيليه لوحديها مش كفايه، فده لازم يتم. عشان كده زي ما احنا قلنا في الاول بيتكشف عليه مجموعه من بيتعمل عليه كونسلتو، مجموعه من الاطباء، عشان خاطر بالتوازي كل حاجه ليها المرحله بتاعتها، عشان في الاخر نقدر ان احنا نساعد الطفل، ان احنا اسره واحده. مش الهدف ان احنا بننافس نقول لا العلاج الطبيعي افضل او العلاج التاهيلي، لا، كل واحد ليه الدور بتاعه اللي بيعمله. اهم حاجه عندنا تبقى مصلحه الطفل ان هو يقوم ان شاء الله ويقدر يتحرك ويقدر يساعد اهله ويقدر يعمل يحسن الوظائف بتاعته اللي هي متاثره بالمرض ده. خليني كده كابتن نروح لنقطه تانية، موضوع الهرمونات او المنشطات. في ناس كتيره جدا، يعني هنطلع من المرحله السنيه بتاعه الاطفال وندخل على مرحله الشباب، الناس اللي بتلعب رياضه كمال اجسام، الناس اللي بتلعب في جيمات، الناس بتهندل شكلها الخارجي، بتلجأ دايما للمنشطات والهرمونات عشان تقدر تسرع القصه، وبرغم ان هي متهيألي لو كانت مشيت بشكل طبيعي كان هيوصل برضو لنفس النتيجه بس بشكل افضل، حتى على المدى ما كانش هيتضرر. تمام. هل لموضوع الهرمونات وتناولها والمنشطات على المدى تأثير، سواء على الـ يكون عرضه للشلل، ان هو يتعرض لا قدر الله لشلل دماغي؟ لا، مش شلل دماغي، ده خوف الاطفال. هو طبعا بيبقى عرضه، اولا تمزقات في العضلات، بيحصل عنده مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد. بس خلينا نتكلم اولا عن المنشطات، نبتدي بيها كتعريف ان هي المنشطات دي مش خاصه منشطات هرمونيه بس. طبعا في انواع كتير، منشطات مهدئه للجهاز العصبي، منشطات منبهه، منشطات هرمونيه، منشطات مضره للبول، في كذا نوع. اخر حاجه اللي هو نقل الدم، بيستخدموه الرياضيين دلوقتي ان هو يطلع لتر دم وينقله قبل البطوله عشان خاطر يساعد ايه تدفق الدم والاكسجين والكلام ده كله، وزياده كرات الدم الحمراء. فاحنا عايزين طبعا، انا حبيت ان انا اتكلم في موضوع المنشطات عشان بقى اللي هي الشغل اللي انا هتكلم عليه اللي هو المنشطات الهرمونيه. ده للاسف بقى وباء منتشر في لعيبه كمال اجسام او لعيبه رياضات رفع الاثقال او الرياضات العنيفه. ابتدوا يلجأوا ان هو عايز ياخد بطوله بمكسب سريع. فده مشكله، فطبعا اللاعب بيبص انا هحقق بطوله في خلال من غير منشط هقعد 3-4 سنين، في حين ودي بطوله صغيره، بطوله بنتكلم عن بطوله الجمهوريه، في حين ان انا ممكن اعملها في 6 شهور.
ست شهور. فطبعا الشاب بينجذب بيشوف ان انا بخش جوه الجيم بيلاقي كل اللي في الجيم بيتمرنوا عضلات ومستوى كويس، انا بتمرن ست شهور سبعة اشهر ثمان اشهر في مستوايا لسه موجود. فبيبتدي يسمع دلوقتي لدرجه ان الشاب قبل ما بيخش الجيم يسال انا هلعب ايه او هتغذى ايه، بيسال انا هاخد نوع منشطات ايه. فطبعا دي كارثه، انا حبيت اتكلم عليها عشان خاطر نحاول نوقف النزيف ده، ان احنا من غير منشطات ممكن تبقى حياه افضل، ممكن اتمرن وعمري يفضل مستمر واقدر اتمرن واقدر ادي لفترات عمريه كبيره. بالعكس المنشط انا باخده هدي نتيجه سريعه. بس معلش اللي بيجي سريع بيروح سريع. صحيح. يعني انا دلوقتي عشان اتمرن واخد منشط واحقق بطوله في ست شهور ثمان اشهر ممكن استمر حسب قدراتي جسمي وحسب الجهاز بتاعي المناعه وحسب القوه بتاعتي ان انا اقدر استحمل المنشط ده. والمشكله اللي بيكذب الشباب ايه؟ ان هو بيشوف لاعب عنده 40 سنه و50 سنه صحيح وبيتمرن وعضلاته قويه وبطل عالم، فبيقول طب ما هو سليم وكل حاجه. هي دي بقى المشكله ان انا حابب اتكلم فيها برضه، ان احنا عايزين نوجه الاطباء بتاعتنا اللي هي خاصة بالمجال ده أو المدربين الخاصة بالمجال ده إن هو يبتدوا يعملوا عملية وعي ونشر ثقافة، حتى لو اضطرينا للاعب إن هو هيستخدم المنشط. لأن اللعيبة اللي هي أبطال العالم اللي بيستخدموا المنشطات، مفيش لاعب بطل عالم كمال أجسام خصوصا بيطلع على مسرح كمال أجسام في البطولة غير لما بيكون واخد منشط، بس بيبقى فيه طرق تانية للتنظيف والكلام ده كله، وبيوقف قبلها ثلاث أشهر عشان يطلع ما يكتشف الجسم يكون خلص منه الماده ويطلع بطل تمام. هناخد طرف الكلام اخيرا دكتور شهيره، لو حضرتك عايزه توجهي نصيحه للمجتمع او الاسره المصريه سواء في النقطه اللي اثرناها دلوقتي بتوع الهرمونات وانا ابني او ابني او اخويا في مرحله سنيه كبيره دخل جيم يتناول ايه وما يتناولش ايه، ياخد ايه ما ياخدش ايه، ده بالنسبه للمرحله الكبيره. الاطفال من اللي بتظهر عليهم اعراض الشلل الدماغي، احنا عايزين نوجه نصيحه تخاطبيه للاسره المصريه. اولا النصيحه اللي ليهم يعني ان هم اولا حكايه العقاقير والحاجات المنشطات دي يعني هي دي مؤذيه جدا يعني بتعجل بالموت حتى الاطفال. يعني هو الطفل المفروض ينمو بطريقه سليمه عن طريق الغذاء، الحاجات الرياضيه الطبيعيه، طبيعي رياضه عاديه. قصة محتاجه رقابه اسريه. يعني هم هي الرقابه، ما هي الرقابه اساس الام والاب هم دول اهم حاجه. انما كوسائل بقى ادويه والكلام ده كله لا الطفل محتاج حاجه زي كده، ان هو اصلا بينمو بشكل المفروض ينمو بشكل سليم. واهم حاجه الغذاء في البيت، الحاجات الطبيعيه اللي هو بياكلها. تاني حاجه تنظيم مواعيد النوم، لان دي برضو يعني لو الطفل مثلا مش منظم في نومه مش هيعمل رياضه كويسه، هيبقى دايما مكد. تمام. يعني هيبقى في اجهاد تملي باين على الطفل. اما الكبار ما ينفعش، لان الكبار اساسا كمان بيعجلوا برضو بالوفاه. في حتى سمعنا عن وفيات كتيره جدا حصلت الايام اللي فاتت بسبب برضو تناول الحاجات المنشطه، زي ما كابتن حسام قال عشان ان هم يكبروا ما اعرفش يعملوا يعني العضلات ملهاش اي لازمه اصلا خالص، لان طيب. في يعني كله هيندرج تحت ان هو هيسبب الوفاه العاجله، وفاة ناس كتير او وفاه عاجل كمان طبعا، عشان شفنا حالات كتير للاسف. طيب استمتعنا بيكم ولسه للحديث بقيه اكيد ان شاء الله. شرفتينا دكتور شهيره، شرفتنا كابتن حسام، الله خلص وقتنا معاكم النهارده، وعلى وعد ان شاء الله باللقاء الاسبوع القادم في نفس الميعاد. برنامجكم القهوه، إلى اللقاء.